الشعب يملأ الجزائر الأوسية. جامعة هواري بومندي للعلوم والتكنولوجيا التي تتشرف اليوم بإحياء الذكرى 49 لتأسيسها وتكريماً لأساتذتها المؤرخين حديثاً والبالغ عددهم 13 أستاذ تعليم العالي و 53 أستاذ محاضر ألف. أشيد بالجهود المبذول من قبل الأسرة الجامعية لترقية المقاولاتية، وأشير في هذا الصدد أن جامعتنا وفي إطار تنفيذ القرار الوزاري 1275 تحصي حالياً أكثر من 400 مشروع مبتكر قابل للتجسيد.